تصريح صادم من الفنان خالد سليم خلى الجمهور يتكلم. استغل والدته على الهوى عشان يتصدر ترند وذكر اسم أحمد السقا علشان يظهر. يا ترى ايه حكاية زوجته اللي بتدير كل حاجة في حياته اللي قاله كان صادم؟ يا ترى ليه خالد سليم قال كده على الوسط الفني رغم انهم زمايله؟ ازاي استغل تعب والدته بعد ما عدى عليه 3 سنين؟ خليكم معانا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية. مسك ماكينة الحلاقة على الهوا وقعد يعيط ويقول أنا كنت مستني لحد ما البرنامج ده في لبنان علشان أعمل الحركة دي. جاب شعره على الزيرو والسبب والدته اللي عندها الكانسر، والغريبة إن التعب ده كان بدايته سنة 2021، يعني عدى عليه 3 سنين وكمان كانسر مش من النوع الخطير، وده اللي خلى الجمهور يستغرب من موقفه، بالذات لما قال أنا نفسي أحلق شعري كده من زمان بس عشان الالتزامات اللي ورايا والحفلات مش عارف أعمل كده، لكن خلاص هعمل كده وعندي التزامات برضو بس هعتذر عنها. أكيد محدش هيفرح في التعب، بالذات لو حد كبير كده زي والدة خالد سليم اللي كان فيه خوف كبير عليها بعد ما أبوه رحل وراح يعمل لها فحوصات لقى عندها كانسر وبدأت رحلة العلاج. أيوة هي مامته شعرها موقعش كتير وكمان قادرة تمارس حياتها، لكن كل اللي حصل إن شكلها كبر شوية، وكان واضح قوي من تصرفات خالد سليم إنه مش عارف يعمل الحبكة صح، وعشان كده في ناس كتير مستغربة موقفه إنه إزاي استغل مامته في تعب زي ده وقرر يحلق على الهوا علشان يطلع ترند. الأغرب من كده إن خالد سليم طلع يخبط في الوسط الفني كمان، قال لك أنا مش عارف أبقى نجم صف أول خالص رغم إني في سنة 2006 لحد 2009 كنت نجم وعملت أفلام ومسلسلات ولي أغاني ناجحة، بس أنا حظي وحش. اللي حصل إن المنتج محسن جابر وهو بيعمل لخالد سليم ألبوم في 2007 معرفش يعمل له دعاية صح ووقع الألبوم، ووقتها قرر خالد سليم ينتج لنفسه وهوب وقع مع شركة توزيع ما اشتغلتش صح معاه. قال لك هو في ايه؟ انا يا المنتج مش ظابط يا الموزع مش قد كده. وقعد من سنة 2012 لسنة 2017 ملوش شغل في السوق، وقال لك الفترة دي ما كانتش البلد احسن حاجة رغم ان غيري كان شغال وبينتج وبينجح، بس عادي بقى أنا مش نجم صف أول. بيفكر يخليه في التمثيل فترة بس محدش يتضايق، هو محبوب وجميل وعلى قد الإيد، يعني مش هيتخانق على مكان اسمه في التتر ولا حاجة، يعني مش هيروح يعمل خناقة مع أحمد السقا ولا أحمد عز عشان يتحط قبلهم، لأ هو عارف مكانه كويس. لكن هو شايف إن 60% من الوسط الفني كويس و40% عاوز الحرق. أيوة هو قال الجملة دي بالظبط. ناس كتير شايفة خالد سليم ضعيف الشخصية، ومرة واحد قالها له كده وعشان كده قال لازم يرد وقال بص يا سيدي انت مش عايش معانا عشان تعرف اني ضعيف الشخصية ولا لا، انا ولا مراتي مسيطرة عليا ولا بتتحكم فيا، دي حتى كمان مش بتغير، واللي بيتحرك معايا في شغلي هو مدير اعمالي مش هي، واللي شايف ان الهدوم اللي بتلبسها جريئة يبقى غلطان عشان هو مش شايف كده اللبس العادي، وهي بتحب تكون موجودة وسط السوشيال ميديا والجمهور بس بشكل لايق بيها. انتم بقى رأيكم ايه في تصريحات خالد سليم الصادمة دي؟